مساء الخير يا جماعة، أتمنى تكونوا جميعا كلكم بخير. أنا اسمي محمد حجازي. النهاردة بنتكلم في السيشن على دور الـ AI في الـ Digital Business Transformation. السيشن دي متنظمة اللي بنظمها شركة سيتا أكاديمي. سيتا is standing for supporting innovation and transformation. الحقيقة سيتا بتبروفايد البيزنس مينز للرواد الأعمال والانتربرينورز ان هم ينموا اعمالهم وينموا مهاراتهم، يساعدوا ان هو الانتربرينورز او رواد الاعمال يزودوا البيزنس بتاعهم سواء ريفينيوز او جروث او كاستمر ساتسفاكشن. طب ليه النهارده اخترنا التوبيك بتاع الاي اي في الديجيتال بيزنس ترانسفورميشن؟ زي ما انتم عارفين ان الديجيتال بيزنس ترانسفورميشن معتمد على محاور كتيره جدا وفي اليمنتس كتيره، اهمها التكنولوجي انيبلر. في التكنولوجي، في البيبل اند كلتشر، في الاورجانيزيشن ستراكشر، في الاستراتيجي، في الكاستمر اكسبيرينس. فالتكنولوجي دايما بتبقى انيبلر للبزنس ترانسفورميشن، واحد التولز بتاعت التكنولوجي اللي بنتكلم عليها دايما في الوقت الحالي هي الاي اي والبيج داتا والاي او تي والبلوك تشين والكلاود كومبيوتنج والسايبر سكيورتي. النهارده مركزين شويه على الاي اي. كله سامعني كويس كده؟ احنا النهارده معانا 3 distinguished speakers. معانا المهندس شريف خير الله، المهندس ماجد نجم، المهندس محمد نبيل. المهندس شريف خير الله هو is having more than 25 years experience في الـ ICT Information Communication Technology. اشتغل في شركات كتيرة زي شلامبرجي، زي افايا، لوسنت، الكاتال، وكان اخر position ليه في الكوربريت لايف ريجيونال او كونتري مانجر، ماسك الميدل ايست اند نورث افريكا و بارت اوف ايشيا كمان. بعد كده قرر ان هو يسيب الكوربريت لايف واتجه للستارت اب بزنس، بيعمل شركات صغيره ويكبرها، واخر بوزيشن ليه هو في الوقت الحالي هو شيف بزنس اوفيسر لشركه تاكفور. معانا المهندس ماجد نجم. مهندس ماجد نجم مور ذان 10 ييرز اكسبيرينس في الاي سي تي برضه، اشتغل في شركات كلها مالتي ناشونال وريجيونال كومبانيز زي فوري، زي اورنج، زي سيكونس، وبرضه نفس خد نفس الخط بتاع المهندس شريف، واتجه للبرايفت بيزنس والانتربرينور سايد، وعمل زي كو فاوندنج لشركه اسمها كيو ام اي سوليوشنز بمشاركه زملائه، وهو كرنتلي سي او للشركه ديت. الشركه ما شاء الله عامله شغل كويس قوي. و طبعا المهندس ماجد ناجي هيدينا فكره اكتر، بس عامل تو اووردز للاي اي بيست ايدياز في افريكا وايشيا. انا كمان حبيت ان احنا في الاودينس او في الجست هي بيمثلوا جنريشنز مختلفه، فالمهندس شريف، المهندس ماجد، والنيوست جنريشن الشاب الواعد معانا المهندس محمد نبيل، وهو الاي اي جورو من ون اوف ذا بيست اي اي كاليبر في الايجيبشن ماركت، وهو كرنتلي الاي اي ليد في شركه اي ان 3، واشتغل قبل كده في شركه تاكتفول. وبسايد البوزيشن ده هو اكشولي كو فاوندر لشركه اسمها فورتكس، وهي شركه متخصصه في عمل وتصميم وتنفيذ الروبوتات ذات الاستخدامات المتخصصه. هو هيحكي لنا اكتر برضو عليها. طيب في حد عنده اي تعقيب، اي كومنت؟ لا زي الفل. هي فورتكس بس اندر ووتر روبوتكس كومباني، احنا بنعمل غواصات لشركات البترول والشركات البحريه عشان يعملوا انسبكشن. فمينلي الروبوتكس التركيز بتاعنا فيها على الحاجات اللي تحت المايه. اوكي جميل جدا. وان شريف كان عندك تعقيب؟ لا بصراحه انت يعني عملت سمري هايله الموضوع. يعني هو فعلا احنا سيبنا الكوربريت او المالتي ناشونال وورلد في 2017 تقريبا، ودخلنا الانتربرينورشيب، ودي يمكن تاني ستارت اب نعمله يعني. وزي ما انت قلت انه احنا بنركز اكتر في حته الديجيتال كاستمر انجيجمنت والارتفيشال انتليجنس، يعني في مجال الديجيتال ترانسفورميشن كامل لعالم الكول سنتر والكاستمر اكسبيرينس. انما الهيستوري طبعا انت قلت عملت له سمري هايل يعني، فما مش هزود عليك في الحته دي. طيب
هنبتدي السيشن بتاعتنا. الحقيقة برضو أنا يعني أحب برضو أقول كومنت علي أنا. لما المهندس وائل رفعت الـ CEO بتاع سيتا أكاديمي قال لي نتكلم على السيشن ديت، هبقى مودريتور للسيشن دي، رحبت بالموضوع جدا، لأن أنا عارف إن دوري في الوقت الحالي إن إحنا بنساعد ستارت أبس وبنساعد الشباب إن هم يزودوا وينموا مهاراتهم، وفي نفس الوقت التوبيك مهم جدا، وفي نفس الوقت الانكوبيتورز مهمين جدا برضو لرواد الاعمال. يعني بالبنش مارك والاستاتستكس اللي انا قريتها او يعني مطلع عليها، ان الستارت ابس اللي بتكمل بعد السنه الاولانيه او السنه الثانيه او حتى لغايه 5 سنين بتبقى عددها بتزيد بوجود الانكوبيتورز دي. بس كده سايد نوت احب اقولها. فدلوقتي يا باشمهندس نبيل هبتدي الجزء التكنيكال بارت. تعرفنا كده ان انت اكتر واحد تكنيكال في الجس. ايه هو الاي اي؟ بيستخدم في ايه الاي اي؟ ايه التولز بتاعت الاي اي؟ ليه بنتكلم على الاي اي دلوقتي؟ الاي اي انا عارف ان هو موجود من 50 سنه لما اي بي ام طلعته في الاول، حتى ايفن احنا في الكليه درسناه من حوالي 20 30 سنه. ليه واخد كده الاهميه في الوقت الحالي؟ ممكن تدينا نبذة على الموضوع ده؟ اوكي، طيب خلاص هقسمهم سؤال سؤال. اول حاجة الذكاء الاصطناعي هو ببساطة اي برنامج بيقدر يعمل مهام بتحتاج تدخل بشري او بتحتاج نوع من انواع الذكاء. المهام ديت ممكن ترينج من مهام معقدة زي ان انت تعرف تحدد مكان وشك في الصورة، زي ان انت تعرف تحدد مشاعر الشخص من وشه، زي ان انت يبقى عندك شات بوت بيعرف يتكلم مع الناس، تعرف تسجمنت الكاستمرز بتوعك بذكاء، تعرف تطلع كونتنت بيرسوناليزد. كل دي حاجات تحت تقع تحت مسمى الاي اي، لحد الحاجات البسيطه اللي بتحتاج جاست رولز، مش محتاجه حاجه ذكيه جدا، زي ان انت تعمل عمليات حسابيه عادي زي الاله الحاسبه بتاعتك، زي ان انت تحسب اوردر السوفت وير بروجرامز العاديه. كل الحاجات دي بتقع تحت الاي اي. الهايب الاخراني في الفتره الاخيره كان على الجزء بتاع الديب ليرنينج والماشين ليرنينج. الهايب ده حصل لاربع اسباب، اولهم واهمهم هو الكمبيوت. الاي اي عشان يشتغل بيحتاج بيعمل عمليات حسابيه كتيره جدا في وقت قليل. فبعد ظهور الجي بي يوز وكونها اكسسبل للناس، لان هي في الفتره الاخيره بقت تستخدم في الجيمنج كتير جدا، فبقت اكسسبل للناس على الكلاود، فبقى استخدام الاي اي سهل. تاني سبب عندنا هو الداتا. الاي اي عشان يتعلم كويس بيحتاج داتا. الشركات في الفتره الاخرانيه بدات يظهر عندها كونسبتس زي البيج داتا، فبدات تقدر تيوتلايز الداتا بتاعتها بطريقه احسن. تالت حاجة هي إن بقى في investments كتير في AI. يعني لو خدنا بالنا نلاقي إن الجامعات والحكومات والستارت ابس بقت بتinvest بطريقة كبيرة في AI. شركات كبيرة giants زي أمازون وجوجل بقت بتinvest بدرجة كبيرة في AI. آخر حاجة هي الـ amount of research. amount of research بتاع AI في آخر 5 سنين boomed بطريقة كبيرة جدا، يعني 40 مرة قبل كده. فبقى عندنا models AI بتبقى مستخدمة داتا قليلة، تبقى مستخدمة كمبيوتر ريسورسز اقل، وبتطلع لنا نفس الاداء. فالهايب الفتره ديت بقى لسهوله استخدام الحاجات ديت والاكسسبيليتي بتاعه التولز بتاعتها. ايه بقى الهيستوري؟ هو الهيستوري بتاع الاي اي فعلا زي ما حضرتك قلت كان من زمان جدا، يعني من الخمسينات. كان النكست ستيب المنطقيه لصنع الكمبيوتر هو ان احنا يبقى عندنا اي اي. بس الكمبيوتر ريسورسز في الفتره دي ما كانتش مساعده، لان ما كانش فيه ميموريز للاجهزه. فترة السبعينات والثمانينات الـ AI لقى شوية اهتمام كده، انه اخد actually $1 billion investments في امريكا، ولكن برضو الكمبيوتر ريسورسز ما ساعدتش. لحد 97 IBM كانت عملت حاجة اسمها Deep Blue وغلبت جاري كاسبروف، فبدأ ساعتها الاهتمام بالـ AI يرجع تاني. لحد سنة 2011 بقى بعد ما صار الكونسبت بتاع Deep Learning والبيج داتا، بدأت الشركات تستخدم الاي اي عندها، وبدا يظهر في برودكتس، وبدا يظهر البوم اللي ظهر اللي مكمل معنا لحد دلوقتي. اهتمام من الشركات العالميه زي امازون وجوجل على الاي اي. ده ينقلنا لبشمهندس شريف للاي اي. ادينا برضو نبذه عن الاي اي، يستخدم في انهي اندستريز؟ هل هو يعني وان اندستري؟ هل هو ريليفنت لكل الاندستريز من خلال الاكسبيرينس بتاعتك؟ وإيه الأكتر إندستريز ممكن تكون تستخدم الـ AI فيها؟
والله الاي اي يعني انا بالنسبه لنا بنركز على الاي اي في ناحيه الانهانسمنت للكاستمر اكسبيرينس اكتر، فهي احنا مركزين اكتر في ناحيه الكاستمر كير والكول سنتر. اي اورجانيزيشن او اي اندستري لها عملاء وبتتعامل معاهم، بالنسبه لها الاي اي از اكستريملي ريليفنت. يعني احنا الديجيتال ترانسفورميشن استراتيجي بتاعتنا ان احنا طبعا الهدف الاساسي ان احنا نحسن الكاستمر اكسبيرينس، وانا بتكلم هنا اكسترنال وانترنال كاكسبيرينس، وده عن طريق ان احنا نستخدم الارتفيشال انتليجنس والناشونال لانجويج اندرستاندينج والبروسيسنج، يعني في الكاستمر جيرني من اول ما بيبتدي علاقته مع الاورجانيزيشن لحد ما الافتر سيلز والسبورت والقصص دي كلها. فاحنا بنطبق، فده الديجيتال ترانسفورميشن استراتيجي بتاعتنا، ودي بتخدم اساسا على الكاستمر اكسبيرينس. فلو احنا رجعنا بقى للسؤال انهي اندستري، كل اندستري ليها كاستمرز بتحتاج الارتفيشال انتليجنس. احنا بنعملها في ثلاث حاجات اساسيه: في السيلف سيرفيس، ازاي نقدر نستخدم حاجات زي الشات بوت والفويس بوتس في ان احنا اوتوميت البروسيسز ونقلل الريلاينس على الهيومن فاكتور، وده طبعا اوتوماتيكالي بيهيت ان الكات كوست. ازاي بنقدر نعمل ايجنت اسيست، ونقدر ناسيست الايجنت ان هو يبقى سوبر ايجنت عن طريق الارتفيشال انتليجنس، نديه ريكومنديشن ويقلل وقت المكالمه او ريزوليوشن تايم، والاناليتكس طبعا واللي هي اكستريملي امبورتنت في البيزنس. فكل دي حاجات بتستخدمها الفيرتيكال زي الجوفرنمنت، التيلكوز، الايديوكيشن، الميديكال، الريتيل فيري فيري ماتش كبير، كل ده بيستخدموا الاي اي في. فهي الاي اي بيخدم على كل ده، والهدف اساسيا هي الكاستمر اكسبيرينس، لان الكاستمر اكسبيرينس از اكستريملي امبورتنت. ان الريبورتس كلها والاناليسز الماركت ريبورتس بتقول لك ان السنتين الجايين الكاستمر اكسبيرينس هيبقى هو الكومبيتيتيف ايدج بين الاندستريز وبعضها. جميل جدا. طيب باشمهندس ماجد، مهندس شريف قال لنا على سام يوز كيسز كده الاي اي ممكن يستخدم فيها، زي الكاستمر الريزوليوشن تايم بتاع الفويس، الاسيستنج الايجنت، الكاستمر اكسبيرينس. انا عارف ان انت دايس في الايجيبشن ماركت بقالك كذا سنه من ثرو كيو ام اي، اكتنج از بصفتك سي او لشركه كيو ام اي. فانت شايف ايه اليوز كيسز اللي ممكن الاي اي يستخدم فيها في الايجيبشن ماركت؟ هنروح للانترناشونال ماركت بعد كده في سؤال تاني، بس يعني او في كومنت تانية، بس دينا your insights على الايجيبشن ماركت في الوقت الحالي. طب يعني مبين هو فكره الاي اي زي ما حضرتك بتتكلم شويه ان هو الموضوع بدا بدري قوي، للاسف الايجيبشن ماركت بدا يسمع عنه قبل كتير جدا ما في طبقه. فالعباره بقت من ضمن العبارات الشهيده، يعني لان هم قعدوا سنين بيتكلموا في موضوع الاي اي وهم مش مفيش امبلمنتيشن، مش حاجه في الاي اي. فكان العباره عموما يعني الموضوع الجمله نفسها او الكلمه عبين ما وصلت لمرحله التنفيذ اخذت وقت كتير جدا في مصر. فبقى فكره ان احنا تومنشن ذات منشن الاي اي ما بقاش حاجه فيلينج قوي للمصري، كل المصري فاحنا بنتكلم عن مصر بشكل عام. المصري بقى اكتر عايز فكره الاي اي بتحديدها بمكانها، يعني هي فين بتستخدم، فين انت، فين في الابلكيشن بتاعك، فين في الفلو بتاعك، اللود بتاعك، الانديه ايفن بتاعتك، لو انت بتفكر في خطه جديده فين الاي اي في الموضوع. نوت بس ان ايديا ات شود بي ان امبلمنتيشن. فده اللي الماركت كله دلوقتي، الماركت في مصر محتاجه. الماركت في مصر الاي اي بالنسبه له از توب بريورتي في حته الترانسبورتيشن، ودي كل الايفن الحكومه بتبص عليه بشكل كبير جدا. شايفين ان ديفنتلي في حلول احسن بكتير من اللي موجوده، وللاسف لان كمان بالذات كل دايما الفكر يجي منين؟ انا عندي مشكله بقى لها سنين طويله تكلفتها كبيره جدا، مش عارف حلها، لما بتطلع تحل شويه طب ممكن تشوف ايه اللي ممكن التكنولوجيا دي تقدمه ان انا يمكن اعرف احلها. فكانت من هنا الايديا في الماركت المصري دفنتلي هو بيبصوا على الحاجات الكور، المشاكل اللي موجوده في الماركت المصري، وبيحاولوا يقولوا طب احنا بقى لنا سنين مش عارفين نحلها بالطرق العاديه لان هي مكلفه جدا. الاي اي بشكل او باخر يحل المشاكل.
فدي كانت بس واحد منهم دي كانت ودي احنا كنا بنركز عليها من اول يوم. معلش يا باشمهندس ماجد، ترانسبورتيشن الابلكيشن الثانيه واليوز كيس الثانيه ايه؟ الكيوينج اللي هو الكور بيزنس بتاع كيو ام اي. لان احنا تقريبا بنسبند من 6 شهور لسنه من حياتنا في التطوير، حاجه مش بتتغير يعني، حاجه خلاص لانها بقت مسلمه بالنسبه لنا، احنا ما عندناش الترنتيفز دي. وسبيشال ان احنا وي هاف ا فيري تاف ريجليتورز في مصر، فبيخلي موضوع فكره الترانسفورميشن برضه نفس الفكر المفهوم العالمي مش موجود عندنا مصر على فكره، بس ده بلاك كتيره جدا مهما تقدمت هي الريجليتورز بتوعها بيفضلوا تاف بشكل كبير وعايزين يبقوا بارت اوف البروسيس، فبيتطلبوا الفكره بتاعت الانترنت اغلب الفكره. فالموضوع كانه بقى مسلم، بس هو واحد ثالث اكبر مشكله اليوم من التصنفات ان هي بتسبب نفس لاي مواطنين في اي دوله. فكان الموضوع فكره ان جنرال فكره التوقيت بشكل عام. فكان واحد من الحاجات ان الحكومه والمركز مركز عليها، وكانوا احنا حاسين اول ما دخلنا المركز ان هو يعني شايفني في حد احنا يعني احنا بنتعامل دور على كده. فكان التركيز كله على فكره المشاكل اللي هم هيجوا لها، سبيشلي ان احنا الحكومه شرطت كمان ان هي تخرج من فكره البيست انفورميشن از تايتل للبيست انفورميشن از يعني خلاص التحول الرقمي كل الناس في الحكومات، الحكومه المصريه كلها بتتكلم على القصه دي، حتى اقل كمان من الحكومه يعني لازم ما كانش بيتكلم على التحول الرقمي لما في الشعب المصري بيتكلم حوله. فالسؤال بقى التحول الرقمي يعني على موضوع من الصبح لغايه بالليل فين التحول الرقمي في يوم الطبيعي. فده كان واحد من الحاجات الاساسيه اللي احنا قررنا نعيد عليها. ليه ما كانش مش بتيجي ان انت عايزين نعمل اي اي نقدر نعمل اي اي، لا هي العكس، هي ايه المشكله اللي كانت موجوده عندنا او لسه ظاهره جديده، فالاي اي ممكن يقدم ايه فيها. فهو الحته دي هو ده المصري مختلف عن بقيه العالم، يعني العالم كله تكنولوجي اي اي يشوف هو يقدر ينفذ فيها ايه، المصري ينفذ فيها. يبص المشكله فين عشان هو مش عارف يستخدم الاي اي، يبص المشكله فين ويشوف ازاي الاي اي تقدر تساعد في حل المشكله. جميل جدا. يعني في نقطتين مهمتين المهندس ماجد قالهم الحقيقه، هي الديجيتال بزنس ترانسفورميشن عموما او الاي اي، هو مش هدف في حد ذاته، هو وسيله ان انت تحسن الافشنسي وتحسن الكيوينج تايم وتحسس البيزنس بروسيسز. governmental services is one of the use cases اللي بيستخدمها الاي اي في الايجيبشن ماركت، الترانسبورتيشن، واكيد في طبعا في المهندس شريف برضه هيقول لنا على اليوز كيسز اللي ممكن الاي اي يستخدم فيها في شركه تاكتفول، في مثلا الريتيل سيكتور، في التلكوم سيكتور. فبشمهندس شريف يعني احكي لنا كده تجربتك مع تاكتفول، وايه الكاستمر اكسبيرينس اللي بتحققها تاكتفول سوق الاي اي، وايه البنفيتس اللي بتقود على الكاستمر. ولو تدينا فوكس مثلا على اندستري معينه زي التلكوم او الفاينانشال سيكتور او الريتيل سيكتور يبقى بيرفكت. تمام. بالنسبه للبنفيتس، هو في بنفيتس كتيره جدا، يعني خلينا نبتدي بالبنفيتس وممكن نخش على الاندستري واديك شويه يوز كيسز يعني كسامبل. طبعا يعني زي ما قلنا ان احنا في حاجه، الحاجات الاساسيه هي السيلف سيرفيس والانتليجنت راوتينج، ده جزء كبير، الايجنت اسيست، كل ده حاجات بتدي بنفيتس في الكي بي ايز الاساسيه في اي كول سنتر. يعني دلوقتي احنا بنينيبل اي بزنس عن طريق الارتفيشال انتليجنس او الديجيتال ترانسفورميشن ستراتيجي، ان احنا نخلي البزنس تقدر ترد على العملاء بتوعها بطريقه مور سمارت مور اكوريت اني تايم 24/7 على الشانل اوف تشويس اللي الكاستمر بيفضلها ايرسبكتيف ايه الشانل دي، طبعا ان ماتش ماتش فاستر واي from the first time. فطبعا لو احنا بس طلعنا من الجمله دي بالكي بي ايز اللي هي بترفلكت ايميديتلي على الكول سنتر، هنلاقي ان احنا بنتكلم على كي بي ايز زي مثلا الافريج هاندلنج تايم، ازاي نقلل وقت المكالمه
by 50%. ازاي نقدر نقلل الفيرست كور ريزوليوشن باي 65% عن طريق الانتليجنت راوتينج، وان احنا نوصله للايجنت اللي فعلا يقدر يرد على استفساراته والحاجات دي كلها. ازاي نقدر نحسن السات اللي هو الكاستمر ساتسفاكشن او النت بروموتر سكور 3 أضعاف عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن ستراتيجي، كل ده وات ذا سيم تايم وي ريدوس كوست باي هاف. ف دي كلها حاجات اكستريملي امبورتنت في اي كول سنتر انفايرمنت، فلما بتروح تتكلم عليها بتبقى طبعا فيري هاي برايورتي عندهم. طيب لو احنا اتكلمنا مثلا على الاندستري زي التلكو مثلا، التلكو ممكن يستخدم حاجه زي اللي عندنا ايه، ممكن اسهل واقصر حاجه ممكن نتكلم عليها كواليتي اشورنس. كواليتي اشورنس انت عارف انك التلكوز والبانكينج وحاجات كتير بيبقى عندهم هيوج lakes of recording conversations. Recording conversations متسجلة فيها wealth of information ممكن تخدم البزنس. يعني مثلا ايه اقدر يعني يقدروا يعرفوا يعني يقدروا يعملوا deeper insights ويعرفوا customer يعني interactions ايه الـ rising trends اللي موجودة، هل في process adherence ولا لا، الagent's behavior، هل هو كان positive ولا negative، الcustomer satisfied ولا لا، ولو مش satisfied ليه، what's the reason behind the satisfaction، الcustomers بيقولوا ايه على الcompetition، رأيهم ايه على البرودكت الفلاني، topics كتيرة جدا بيحتاجوها مش ممكن يعملوها بالtechnologies اللي موجودة حاليا اللي هي قايمة على السامبلينج اللي هي بيبقى بيعملوا سامبل 10% 15% of the calls وبيبقى فيها human factor عالي which is cost. فلما بنيجي احنا نطلق الارتفيشال انتليجنس على 100% of the call ونطلع كل الاناليسيس دي والبزنس انسايتس ونديها للبزنس، دي بتبقى اكستريملي بينيفيشال لفيرتيكال زي الكواليتي اشورنس اللي هو موجود في التلكوز والبنك. فده اكزامبل احد اليوز كيسز السهله. احنا يعني we identified at least 20-25 use cases موجودة حاليا بنقدر نعملها بالartificial intelligence. فطبعا ال benefits وال use cases extremely important من موضوع الartificial intelligence. جميل جدا. الحقيقة بتاعت النقطة بتاعت KPIs دي نقطة مهمة جدا، انا كنت يعني انت سبقتني بس يعني هنرفير ليها يعني afterwards. هرجع للمهندس محمد نبيل وقصة الروبوتكس. يعني احنا مش يعني احنا في مصر مش واخدين قوي على حتة الروبوتس ومش معرفين استخدامات الروبوتس قوي، ان عندنا العنصر البشري دايما متوافر وبكثرة. فدينا كده يعني فكرة عن فورتكس بتعمل ايه بالظبط، وهل الاي اي ليه دور في الروبوتس ده ولا ملوش دور. فدينا فكره بالظبط ان انا الحته دي مش ملم بيها قوي حضرتك، وهتبقى مهمه جدا برضو للاودينس والستارت ابس اللي بيعملوا افكار زي الروبوتكس يبقوا عارفين ايه الروبوتس الموجوده البروجكتس الموجوده في مصر واستخدامات الاي اي فيها. اوكي طيب خلينا الاول بس نشوف ايه اليوز كيس بتاعت الاندر ووتر روبوتكس اللي الناس بتحتاج تستخدمها. اول حاجه بتبقى عشان التانك انسبكشن. انت بيبقى في اماكن عندك شركات البترول بتبقى عايزه تنسبكتها، الاماكن دي ممكن تبقى المكان ضيق فما يقدرش ينزل غواص في المكان ده، المكان خطر هيبقى صعب ان الغواص يعدي على مثلا لاين بتاع تانكات ويقدر يلقط المكان بالظبط. الاعتماد على السنسورز في حاله زي ديت هيبقى احسن. فهي مينلي ان انت تعرف تلقط الحاجات بطريقه اكيوريتي، ان السكيورتي يعني بتاعه الناس اللي نازله ديت ما تضرش. فالغواصات بتقدر تعمل دوت عن طريق ان هي بتنقل لايف ستريم من تحت المايه لشخص قاعد فوق، فبدل ما هو غواص نازل يبص بنفسه وعليه ضغط ان هو تحت المايه والمفروض ان هو يدور على عيب ممكن ما يبقاش واضح بالنسبه له، فلا في غواصه بتنزل تحت الكاميرا الرؤيه واضحه وفي حد قاعد فوق بيتحكم في الغواصه ديت وبيشوف كل حاجه تحت المايه. زي الاي اي بيعمل دوت او بيساعد في دوت في الكيس بتاعت ان هو بينزل انسبكت التانك. الاي اي ممكن يتعرف على الاماكن اللي فيها ثقوب، يعني انت ممكن تديله صور الاماكن اللي فيها شروخ او المشاكل ايا كانت المشكله بتاعت البايبس بتاعتك. لو انت عندك صور للمشاكل ديت ممكن يكون عندك اي اي الجوريثم بيقدر يحدد لك المكان بتاع الشرخ
ويقول لك ان انت عندك في المنطقه دي شركه. تاني حاجه بيقدر يعمل مابنج للمنطقه، فتقدر تعمل ماب للمكان اللي عندك وتحدد على الماب ديت اماكن الشروخ او المشاكل اللي عندك، وانت اوريدي بيبقى معاك ماب اصليه للمكان تقدر تطابق عليها الماب اللي طلع لك من الاي اي الجوريزم ديت وتحدد فين المشاكل اللي عندك تحت المايه. ده مينلي اليوز كيسز الحاليه اللي احنا بنعملها في فورتكس في الاي اي. في حاجه ثانيه اسمها بوز ديجر بقى، ديت المين فوكس الاساسي بتاعي، ممكن نتكلم عليها بقى بعد كده. مينلي هي سوشيال ليسننج بلاتفورم بعيده عن الروبوتكس شويه. يعني هو الروبوت اللي تحت المايه ممكن يعمم استخدامه برضو، يطلع بره المايه يديتكت مثلا ليكج في خط انبوب بترول، خط غاز، واتيفر، صح يعني ولا انا بقول ده مش شبه؟ اي مينتننس لحاجه ديتكت ثرو سنسورز. وانت ذكرت برضو حته الترافيك، يعني حتى لو في كونجشن في الترافيك او المرور عموما في مصر مثلا، ممكن يبقى في حاجه بتديتكت الترافيك ديت وت ايدنتيفاي للناس البيست روتس او وات ايفر، بحيث انها توبتمايز الترافيك في مثلا في مدينه زي القاهره. وبرضه حته السوشيال ليرنينج دي برضه عايزين نتكلم فيها بعد كده، ممكن في اليوز كيسز اللي باي اند اوف السيشن يعني. طيب بيرفكت. طيب دلوقتي هو المهندس شريف ذكر نقطه مهمه جدا وهي الكي بي ايز او البنش ماركس. مشكله في الصوت مش عارف كده احسن. لا في حد عنده صوت زنه صغيره، مش عارف نسمعها بعيدي ولا بس هو في زنه جنبي شويه حاجه زي جنريتور كده. لا تمام. طيب كنت عايز يعني المهندس شريف ذكر حتة الـ KPIs والـ benchmarks اللي هي بتحققها الـ AI زي الـ waiting time، الـ net الـ NPS بيزيد بقد إيه، الـ operation cost بتزيد بتقل بقد إيه. هل المهندس ماجد من خلال يعني خبرتك في الـ queuing time والـ queuing application، إيه الـ KPIs اللي أنت قدرت تحققها للايجيبشن ماركت او للجفرمنت او للسيكتور اللي انت اشتغلت فيه كيو ام اي، وقدر تعمل نتائج مبهره او كي بي ايز، قدر تعمل طفره في الاوبريشنز للكاستمرز دول؟ ولو ما فيش حاجه معينه ممكن تدينا برضو شادينج ذا لايت كده، ايه الانترناشونال بنش ماركس او الكي بي ايز اللي بيحققها الاي اي؟ مثلا هو بيديوس الكوست ب 50% 30% وكذا، بيزود السيلز بضعفين ثلاثه. فلو تدينا كده يور انسايت على القصه دي. يعني مينلي في الفوكسنج على ان احنا في الكي بي ايز بتاعتنا او مش عملناش غير يعني مش كي بي ايز كتير قوي، احنا هم اربع كي بي ايز: الافريج ويتنج تايم، الافريج سيرفنج تايم، والنو شو برسنتج، والافريج كوست بير كاستمر. دي تفصيله او كي بي اي يعني ليه تفاصيل كتير قوي وراها، فممكن يعني نركز على الثلاثه الاولانيين اكتر لان هم دول الاهم. الافريج ويتنج تايم هو ذا سكند يو ديسايد، مش ذا سكند يو ارايف تو ذا برانش، لا ذا سكند يو ديسايد يو وانت تو دو ذا سيرفيس تل يو فاينلايز ذا سيرفيس، هو ده الافريج ويتنج تايم. السيرفنج تايم هو حضرتك قعدت قد ايه قدام الكاونتر، ودي نقطه مهمه جدا. ثالث نقطه هو والثالث نقطة هي ال الكوست الكوست اكوزيشن بس هو مين هم الثلاثة الأولانيين؟ والنصف في السنة. اوكي الثلاث حاجات دول ديفنتلي في اي كيوينج سبيشالي الريموت ريزرفيشنز بشكل عام، ده واحدة من الحاجات. يعني احنا مثلا خلينا نتكلم على مثلا سيكتور في مصر we have around 36% نوتو percentage في healthcare sector. ده رقم كيف يعني اي حد even لما بي اكواير نيو healthcare entity في مصر مش ليه اصلا يتخيل ان الرقم ده موجود وحقيقي. يعني you're talking about 36% of the daily reservations is a no show. فده بيخليك even to plan كل الريسورس بتاعتك غلط، بيخلي الكوست بتاعك
ينفليت بشكل مرعب، بيخلي ايفن الناس يحسوا ات تايم ان احنا بيضحك علينا. دي فكره باخر، لان هو بيقول لنا الكهرباء واحنا مكان فاضي، فبيقول لهم الموضوع مش منطقي. فهم مين اللي هم الثلاث حاجات دول؟ اهم حاجه فكره الافريج ويتنج تايم، يعني الانتس اللي احنا شغالين معاها سو فار احنا نزلنا من الافريج ويتنج تايم حوالي 114 دقيقه. الارقام تبقى موجوده، ودي حته بتخلي بتحط عامل فكره البيج داتا بتخلي الناس تفهم اكتر هو ايه المغزى وايه استخداميه الاي اي الحقيقيه. هو جاي موجود بس كمان لما البيج داتا بتظهر بتعرف توضح بسرعه اكتر بالنسبه للناس ازاي ممكن انك تعرف فكره الافرج ويتنج تايم الافرج سيرفنج تايم سوري ان الناس لما لقوا الارقام متوفره بدا يعملوا ارقام حقيقيه للافرج سيرفنج تايم، بدا ناس كتير جدا تقدر ان هي انت دي طبعا الكاستمر بتوعنا اللي هم الانتيتيز اللي هي موجوده فدي كان يوز بشكل او باخر عشان تقدر بتاعت السيرفيس اللي عندنا. تالت نقطه هي زي ما قلت النشو، احنا يعني بتوعنا نزلنا من 36% دول احنا ما كانش عندنا تسكيله بس انتيز سبيسيفيكلي اللي فيها تسكيل سكتر احنا كنا بنتفق عليهم حتى رقم 33 لقيت حاجات مش بنفس السكيل سكتر رقم 1. فاحنا نزلنا 36% اللي بنتكلم حوالي 13% ف دي كلها الفيجر ايز اللي كانت بالنسبه لنا مهمه جدا ان ده ريلي ميك سنس وريلي ميك ديفرنس. احنا بنقول في مشكله التطوير، التطوير زي ما قلنا هي واحده من اكثر المشاكل اللي بتسبب نفس العصر. فالنهارده الموضوع اتفرج موجود اباوت البلد رخيصه ولا البلد غاليه. البلد يعني خلينا ناخد دبي في انستنس، دبي ناس ممكن يكون في اسوء، هي الناس ممكن اغلب الناس الموجودين حالتهم فاينانشلي افضل بكثير من مصر. هم دي هاف جيتس اكثر بكثير جدا ايفن من افريج جيت بير ايجيبشن بيرسون، يعني افريج جيت اللي كل واحد عايز في الامارات اعلى بكثير جدا من افريج جيت اللي كل واحد عايز في مصر. بس ده خالص لو حياتك سهله تقدر تفرق بين حاجه غاليه وحاجات سهله. فمصر ده اللي بيخلي كان بيخلي المشاكل الاساسيه ان الحياه صعبه جدا في مصر، خلينا اغلب الناس حتى بتحكي من بره. المره طلعت هناك شهر بعد يومين يقول لك انا عندي ولاد عمي. هنا في مصر كانت واحده من المشاكل كانت صعبه. احنا في خالص الكي بي اي بتاعنا كان ان احنا نحل المشكله مش ان احنا نعمل ارقام وخلاص. هي صعبه جدا، هي صعبه بسبب الابل جيت بتاعي. فان كان تيك ذيس داون ده بيفكت فعلا ان الاي اي حاجه ما تخليش تتحرك قبل كده. جميل جدا. انا بالتالي يعني هو ال 3 parameters او 3 KPIs اللي باشمهندس ماجد ذكرهم هم ممكن يعني لو تسمح لنا نلخصهم، هي enhancing او enriching customer experience في الاخر هي بتؤدي لهذه النتيجه. ودي برضو ودي برضو زي الباشمهندس شريف قال في الاول ان هو ده mainly الكاستمر اكسبيرينس انهانسمنت او انريتشمنت ثرو اومني شانل شات بوت او فويس شات بوت او ديجيتال اسيستنت. ده من الكي بي ايز المهمه جدا. هل في يا باشمهندس محمد كي بي ايز تحب تذكره؟ يعني انت بتقلي في الحته بتاعتك هتبقى مينلي بتقلل الاوبريشن تايم، برضو بتقلل الكوست بتاع الاوبريشنز. يعني ادينا كده رؤيتك في الكي بي ايز اللي حققها فورتكس للكاستمرز بتوع فورتكس. لا مش سامعين حاجه، انا مش سامع، انت عامل ميوت.
انا كنت عامل ميوت بس عشان كنت عايز اقطع على باشمهندس ماجد. اوكي احنا مينلي الكي بي اي الاساسيه في فورتكس اللي مركزين عليها وهي الكومبيتيتيف ايدج بتاعنا هي ان احنا نقدر نوفر ار او فيز اكسسبل لكل الناس. معلش اكسكيوز ماي اجنورنس, ار او فيز يعني ايه؟ ار او فيز اللي هي الاندر ووتر بوت. اوكي فالكي بي اي الاساسي بتاعنا هو حته الكوست, يعني ان الكاستمر يقدر يوصل له ار او في فبكوست قليل. فتقليل الكوست بالنسبه لنا هو اكتر كي بي اي مركزين عليه حاليا. والكوست بتاعنا تقريبا اقل 10 مرات من الكوست بتاع اي بروفايدر ار او في تاني في المنطقه. فده من لي الحاجه الاساسيه. تاني حاجه هو الابديتس. الار او فيز بتاعتنا بتبقى بالنسبه للار او فيز اللي في الماركت, الار او فيز ديت بتبقى السوفت ويرز بتاعتها ابديتد, فمعنى كده ان هتاخد وقت اقل عشان تحقق التارجت بتاع الكاستمر. انا اونستلي برضو انا بتكلم مع اللي انا فاهمه, انا مش عارف الكي بي اي بالظبط لان انا مش شخص البيزنس في الشركه, بس انا عارف ان ده الحاجات اللي احنا بنركز عليها. احنا بنركز ان الحاجات تبقى ابديتد, فده بالتالي هيأثر على ان الكاستمر بتاعنا هيقدر يوصل للتارجت بتاعه احسن, لان معظم الار او فيز اللي في السوق المصري او الاندر ووتر برودكتس اللي موجوده في السوق المصري حاجات موجوده من التسعينات, لان الار او فيز الحاليه اللي هيشتريها من بره هيشتريها باسعار خرافيه. تاني حاجه احنا بنحاول برضو نقاد الناس, نقلل الكوست عليهم برضو بحيث انهم مش هيشتروا مننا ار او فيز, يبقى عندهم السيرفيسز فنعرف نابجريد الار او فيز اللي عندهم. يعني انا زي ما قلت لك عندهم ار او فيز من التسعينات, فاحنا بنحاول نابجريد الار او فيز بتاعتهم, نحط لها سوفت ويرز جديده, نحط لها بيلودز جديده, مثلا نغير لها ار, نحط لها كاميرا احسن. فبنقدم السيرفيسز ديت بحيث ان احنا نسهل عليهم برضو استخدام الار او فيز اللي عندهم. ميلي يعني انا ممكن ما قلتش الكلام دوت في بزنس كي بي اويز كوز ان انا مش بزنس بيرسون يعني, بس ده ميلي الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها بورتكس او الحاجات اللي احنا مركزين عليها وات ايفر بقى احنا ممكن نسمي ده في كي بي اي شكل عامل ازاي. جميل جدا. طيب احب كده يعني ممكن راوند تيبل سؤال يعني لحضراتكم انتوا الثلاثه. انت دلوقتي لو ستارت اب هيبدا مشروعه تنصحه بايه او تقول له ايه اللي يركز عليه في الاي اي؟ هل في حاجه معينه يركز عليها في البرودكت, في البروسيس, في الاوبريشنز, في التكنولوجي؟ هل في ريكومنديشن معينه او ايه اللي يخليه تقول له يخليه يشتغل بالاي اي, وايه الفاليو ادد اللي هيحققها بالاي اي rather than going to traditional solution يعني؟ فممكن تدينا كده يا باشمهندس محمد سريعا. انا شايف في ثلاث حاجات لازم اي حد هيقرر يستخدم الاي اي يبدا منه. في حاجه منهم استاذ شريف قالها. اول حاجه ان انت الاي اي هيدي الكاستمرز بتوعك يوزر اكسبيرينس احسن, وبالميثودز العاديه اليوزر اكسبيرينس دي مش هتتحقق. تاني حاجه هي الديسيجن ميكنج, الاي اي هيساعدك تاخد انفورم ديسيجنز. تالت حاجه هو السكيورتي, ان هو الاي اي هيساعدك في مشاكل ليها علاقه بالسكيورتي زي الانومالي ديتكشن والحاجات دي كلها. فانت محتاج تبدا من اليوز كيس دايما, يعني دايما عمرك ما تبدا زي ما باشمهندس ماجد قال تروح تبص على المشكله تشوف الاي اي هيحلها ازاي. انت روح بص على المشكله وشوف هل في حاجه عاديه هتحلها, وفي حاجه عاديه هتحلها جوه الحاجه العاديه. لو الاي اي هيديك ادفانتج على اي فرونت من الفرونتس ديت, سواء احسن ديسيجن ميكنج احسن او يوزر اكسبيرينس احسن او سكيورتي احسن, جو فور الاي اي. اذروايز اي ثينك اتس هتبقى بيج انفستمنت وهيبقى ويستد. ودي حاجه فعلا زي ما باشمهندس ماجد قال انا ملاحظها جدا برضو في السوق المصري, الناس بتروح تعمل اي اي فور ذا سيك اوف اي اي, مش فور ذا سيك ان هم يحلوا مشكله او يادرس يوز كيسين. فدي وجهه نظري سريعا. بيرفكت. يعني باشمهندس ماجد وباشمهندس شريف, هل في مور اليمنتس انتوا شايفينها راذر ذان الثلاثه بنفيتس دول اللي هي كاستمر اكسبيرينس, بيتر ديسيجن ميكنج, انتوا شايفين في حاجه ثانيه عديتوا بيها مريتوا بيها تحبوا تدوا هايلايتس عليها؟
أنا مثلاً بالنسبة هي المشكلة الأساسية في مع customers والـ AI بالنسبة في الفيلد بتاعنا يعني هي الـ expectation طبعاً هو بيبقى الـ challenge الأساسي how to set expectations. هما متخيلين الـ AI ده بتدوس على زرار الماشين بيعمل كل حاجة، فطبعاً you need to explain يعني machine learning إن الموضوع محتاج planning، الموضوع بيبقى long term to enhance the machine to be smarter. بالضبط. فهي طبعا هي awareness to explain internally مع للorganizations وكذا. طبعا ده التشالنج الاساسي. انما لو انا هنصحهم يبتدوا ازاي، طبعا if you think big بس when you deploy start baby steps، يعني ما بلاش تبتدي big picture، ابتدي low hanging fruit، حاجه successful تقدر تحققها بسرعه وابني على السكسس ده وكده. ده جزء من ناحيه ال go to market. يعني الناحيه الثانيه من ناحيه ال يعني لازم يبقى في الديبلويمنت بتاع اي اي حاجه اسمها سبونسر. وعاده السبونسر ده يستحسن يكون هاي مانجمنت، لان هو بيبقى شايف الموضوع من فوق اوفر الانتر ديبارتمنتال ايشوز اللي بتبقى من ديبارتمنتس وبعضها، شايف الفيجن وبيقدر يعمل الاينمنت بين الديبارتمنتس دي كلها اتجاه نفس الهدف. يعني فلو احنا اتبعنا الاسلوب ده بيبقى الموضوع مور سكسسفل، وبيبقى الـ AI بيشوفوا الـ value بسرعة وبيبقى عندهم وقت يفهموه أكتر وبالموضوع بيجرو. فده النصيحة يعني والتشالنج اللي احنا بنواجهها واللي بنحاول ان ايه نبقى حريصين جدا واحنا داخلين على اي مشروع ما خصوصا مع ستارتابس جداد ان احنا نفهمهم الحاجات دي ون educate أكتر وأكتر. مش من اسمها جدا موضوع النصيحة، هو نبدأ أول نصيحة لو حد بيبتدي يعمل new project، النصيحة الأولى دايما ما تعملوش يعني it's about يعني دايما نحن نتكلم على فكرة الناس لا شايف الموضوع من بره سهل وبسيط وكل الكلام ده، الموضوع مزعج جدا. فنفسي إن أنت حد كده يرجعك على قرار، يعني ولا نصيحة ولا نصيحة حد غيري ده الحل الوحيد اللي ممكن تبتدي فيه بأي أيديا أنت، لكن الموضوع بيبان إن هو أسهل بكتير، الموضوع صعب بـ AI in general بأي أيديا. فبنتكلم على أي حد لسه ستيل بي كونسيدر ذا أيديا إن هو يفتح ستارت أب، الموضوع صعب مش سهل، والموضوع دايما يعني زي ما بيتقال دايما حتى النصيحة دي سمعتها من انفسترز في ريجنز، نصيحة أعمل كذا ولا ما أعملش ولا ما تعملش. يعني لو انت 50-50 ما تعمل اي حاجه، ان الموضوع محتاج ان انت تبقى لدرجه ان انت ممكن ترجعها فرصه. فدي اول نصيحه. موضوع الاي اي سبيشالي هو زي ما كنت بقول نصيحه ان احنا نشوف المشكله، نشوف ايه حلولها، وخصوصا ان الحل من حلولها يبقى في الاي اي، مش ان احنا نشوف الاي اي بيعمل ايه ونروح نعمله. ثالث حاجه وحته مهمه جدا هي not mention the word AI unless you are keeping the investors وكل الايكو سيستم خلاص المهم بتاع كلمه الاي بي اي از دان. يعني ففكره ان احنا نقول اي بي اي كذا 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 اي بي اي كذا سوري اي اي كذا 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 اي اي كذا كذا اتس نوت خلاص اتس نوت جوينج اني وير اني مور. ف يعني if you're gonna mention the type of AI in your idea you have to be ready to prove that you really use AI. جميل. خلينا نلخص كده ال points ديت. ان شريف ذكر نقطه مهمه جدا وهي ال sponsorship او ال blessing. لو انت بتتكلم مع كوربريت يبقى في blessing من التوب مانجمنت، وان هي تكاسكيد الكلام ده للديفرنت ديبارتمنتس جوه الاورجنايزيشن بحيث ان هي اكسبيدايت او اكسلريت البيزنس ترانسفورميشن يوزنج اي اي. اذر وايز مش هتلاقي اوبوزيشن كتير من جوه الاورجانيزيشن. باشمهندس محمد برضو ايه النقطه بتاعه الديسيجن ميكنج، بتسرع الديسيجن ميكنج، دي نقطه مهمه جدا. وده بتهيألي ان هي
one of the benefits of AI bundled مع ال big data حتة اللي هي ال trending, يعني هو مش بس بيشوف بيحل المشاكل, لا ده ممكن يكسب يعمل forecast أو predict إن مثلاً التانك ده هيبوظ في الوقت الفلاني, الكاستمر ده هيكلم تاكتفول عشان يسأل على حاجة معينة, الكاستمر ده هيوز QME solutions عشان يحجز في عيادة الدكتور في الوقت الفلاني, ان هو عارف ان العيادة دي في الوقت ده هتبقى مش 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 بيزي. فده جزء برضو مهم بتهيألي لو تسمحوني, ان هو من الاي اي ان هو بيبريدكت, ان هو بيتعلم من الاخطاء بتاعه الباست وبالتالي بيمبروف الديسيجن ميكينج. طيب ايه التشالنجز اللي انتوا قابلتوها من ديبلوينج الاي اي او الاي اي عموما في شركاتكم انتوا الثلاثه؟ هل في نقص في الليبر ماركت في الحته ديت؟ هل الكاليبر موجودين بوفرة؟ هل في بارير في التكنولوجي معينه؟ ممكن تدوني كده ايه التشالنجز عموما اللي انتوا قابلتوها في الحته ديت, ولا الدنيا ماشيه زي الفل؟ اوكي ممكن ابدا انا او راح ابدا حبيبي؟ اتفضل يا محمد. اوكي هو اكتر تشالنج عامه موجود هو موضوع الديبلويمنت, يعني 85% من البروجكتس اللي بتيجي تستخدم اي اي ما بتطلعش في البرودكشن بسبب ان هي بتفيل في حته الديبلويمنت. بتفيل في حته الديبلويمنت ليه؟ ممكن يبقى عشان الانفراستراكشر, ان في تكنولوجي بارير, ان معظم الديبلويمنت دلوقتي او الدوبس دلوقتي موجوده اراوند السوفت وير, مفيش حاجه ريدي لان هي تعرف تديبلوي اي اي. فدي اول حاجه ممكن يكون بسبب التكنولوجي بقى. تاني حاجه هي ان الاكسبكتيشنز بتاعتك, انت محتاج تبقى متاكد ان انت لما قررت تطلع الماشين ليرنينج موديل بتاعك ده انتو برودكشن, انت عملت كذا افتراض, دخلت افتراض كده ان انت الاكيورسي اللي انت طلعت بيها الموديل ديت او السكور اللي انت طلعت بيه الموديل ده سفيشنت بالنسبه للكاستمرز بتوعك. تاني افتراض ان الداتا اللي انت قررت توريها للموديل بتاعك هي نفس الداتا اللي انت هتطلع تشوفها في البرودكشن, و 99% من الوقت الاسامبشن ده بيبقى غلط. بس مش ده مش معناه ان انت ما تطلعش موديل زي اي, ده معناه ان انت لما تيجي تديبلوي موديل اي اي يبقى انت عندك المونيتورنج تولز بتاعتك اللي تقدر توريك لما البرودكشن انفايرمنت تبقى مختلفه عن الديفلوبمنت انفايرمنت بتاعتك, لان غالبا البرودكشن انفايرمنت هيحصل فيها حاجه جديده هتتغير مع الوقت, الداتا اللي فيها هتبقى لان الكاستمرز هيتغير والتوجه بتاع البيزنس بتاعك هيتغير لاي سبب كان. فانت محتاج يبقى عندك مونيتورنج تولز كويسه للاي اي مودلز بتاعتك عشان تعرف اي تغير بيحصل في البرودكشن انفايرمنت عشان الموديل بتاعك ما يطلعش يبقى يوسلس مش عارف تستخدمه في حاجه. فمين دي التشالنج الاساسي اللي انا شايفه في معظم الشركات, وتشالنج عندنا في الشركه وتشالنج اي ثينك عند معظم شركات الاي اي, هي ان انت تقدر تديبلوي الموديل بتاعك بطريقه سستينبل. بس. أوكي نقطة مهمة جدا يعني. طيب التشالنج ده بالنسبة للديبلويمنت نحله ازاي؟ يعني هل في مثلا الناس اللي بتديبلوي مش المفروض ان هي نفس الناس اللي بتمونيتور؟ هل في مثلا او يعني هل المونيتورينج تيم ده او المونيتورينج تولز تيم ده محتاج ان هو يبقى acquainted باكسبيرينس معينه, بتالنت معينه, بتكنولوجي معينه, بحيث ان هو يوجه الراجل اللي في المطبخ اللي هو بيعمل برودكشن, لا خلي بالك من الحته ديت؟ عندك اي هو الموضوع يعني اكيد مش حل نهائي للموضوع, بس هو الفتره الاخرانيه في ناس طلعت بسوفت وير شويه بتسهل الموضوع شويه في الديبلويمنت. في جزء بتاع البروسيسز ان انت تنفورس البروسيسز عندك في التيم, سواء ان انت التيم بتاعك يبقى كروس فانكشنال, تخليش التيم بتاعك في تيم سوفت وير وتيم اي اي وتيم فرونت اند, لا في تيم كامل اللي بيتعامل في الجزء بتاع السوفت وير او بيتعامل في جزء الديف اوبس بيشتغل مع الشخص بتاع الاي اي عشان يعرف المشاكل اللي عنده اللي متصله ما بينهم او الاوفرلابنج ما بينهم. فبالتالي هتلاقي انت النقاشات بتاعتك بتطلع بحلول. لكن لو طول ما السوفت وير تيم مثلا او الاي اي تيم الاثنين منفصلين, ده بيخلص شغله ويسلم الثاني, الموضوع بيبقى اصعب شويه.
فده مني الحلين الأساسيين. حاول يعني ان الـ AI team بتاعك يبقى informed عن التكنولوجيز الجديدة, لان حتى softwares الجديدة اللي بتطلع دلوقتي عشان تسهل عليك الديبلويمنت لسه مش متقدمة قوي, لسه support عليها مش عالية قوي, فهيحتاج منك برضو شوية شغل. تاني حاجة ان team بتاعك يبقى cross functional, يعني خلي الـ project بتاع الـ AI ما يبقاش الـ AI team بس بيشتغل عليه ويسلم الـ software team أو الـ DevOps team, عشان يبقى الـ team بيتكلم مع بعض وعارف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل عنده. والأويرنس بالمشكلة أهم حاجة, يعني لأن برضو أكبر مشكلة بتواجه الشركات حالياً هو بيبقى عايز يطلع AI model بأكيرسي كويسة. هنعمل إيه بيه بعد كده لسه أنا مش عارف, بس مهم نطلع AI model بأكيرسي كويسة وقت time of deployment بقى يحلها ربنا. فالأويرنس بالمشكلة أنا شايف إن هو ممكن يبقى أكبر عائق. بس أوكي, لما حضرتك بتقول الـ awareness accuracy كويسة, قصدك ايه بكويسة؟ ايه البرسنتج بتاعتها؟ ايه الفاليو بتاعتها؟ 70% 60% 80% 90%؟ هل في ستاندرد لحاجة اسمها accuracy يعني ستاندرد accepted؟ يس يس يس, it depends على الـ use case بتاعتك, بس غالبا كل use case بيبقى فيه benchmark data sets بالـ research papers بتاعتها بالـ state of the art بتاعها, فانت وصلت الـ state of the art مثلا, فده بالنسبة لك accuracy كويس. which دي مش حاجة كويسة, يعني ما ينفعش اقول عشان وصلت state of the art الموديل بتاعي ده ready for production. هو ده الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه بقى في الاول. طبعا مش عشان انت وصلت الـ accuracy انت شايفها sufficient بالنسبة لك, ده معناه ان ده كافي بالنسبة لك ان انت تطلع بالموديل بتاعك الـ deployment, لان في مشاكل كتير جدا حوالين الموضوع يعني. اوكي, هل في مشاكل في الريسورسز في الماركت, في عدد الناس اللي فاهمه في الاي اي والتكنولوجيز والديفلوبمنت كودز بتاعتها, ولا مش شايف القصه دي بارير قوي؟ لا, في مشاكل كتير, لان معظم التالنتس اللي موجوده في السوق حاليا ممكن تبقى تكنيكلي كويسه, بس المشكله في الاي اي ان هو حاجه متصله بالبزنس بطريقه. فالشخص المفروض هيشتغل في AI كود او هيحط ايده في development model ده ماسك البروسيس كاملة اصلا, ان هو لو هو اللي هيعمل الموديل, هو اللي بيevaluate الموديل ده, او هو اللي بيحدد الجول بتاع الموديل ده, والجول بتاع الموديل ده directly في البيزنس على طول. فلو الشخص ده مش متصل بالبيزنس كويس هيبوظ الدنيا, ودي حاجة ناقصة جدا, دي حاجة ناقصة جدا, ناقصة ضرر كبير. انت محتاج زي واحد زي بيزنس اناليست بياخد الريكويرمنتس الاول من الكاستمر, او بياخد الريكويرمنتس من التيم قبل ما يروح يدي الريكويرمنتس انجينيرنج سبيسيفيكيشنز ديت للراجل اللي هو في المطبخ بالظبط. بالظبط, ده مني يس, ده مني الرول بتاعي في اينس, في ان انا بتكلم مع الناس بتاعه البيزنس, افهم منهم الريكويرمنتس دي هتتحول لاي اي ماتريكس ازاي او داتا ماتريكس ازاي, وبروح اكومينيكيت ده للتكنيكال تيم عشان هو يبقى فاهم دوت بطريقه تكنيك. بس ستيل الشخص اللي شغال عامه, سواء هو سوفت وير او سواء هو اي اي, بس انا شايف ان هي حاجه فايتال لو انت شغال اي اي انجينير ان انت تبقى كونكتد باليوز كيسز او البيزنس اللي انت شغال عليه, لان ميلي ممكن تقعد تشتغل على موديل والموديل ده يبقى يوسلس في الاخر, لان انت مش فاهم انت ايه الهدف بتاع الموديل او الايفالويشن اللي انت بتعمله على الموديل دوت هيأثر ازاي في الاخر. جميل جدا. طيب انا مش عايز اطول عليكم كتير, انا بالتالي احنا قربنا على نهايه السيشن, بس في اخر حاجه احب اسمعها منكم بصفتكم يعني فاوندرز وكو فاوندرز واكزيكتيف بوزيشنز في شركاتكم, ازاي ممكن نزود الاويرنس و انهانس التكنولوجي ان الناس تبقى عارفاها, الاي اي يبقى معروف اكتر, فهل في حاجه ممكن نقدر نعملها للستارت اب كوميونتي, نعملها في الجامعات, نعملها, وهل شركاتكم مستعده تاخد الرول ده ان انت تسبونسر حاجه زي كده, سواء مثلا انترن في فترات الصيف, في بروجرامز معينه بترشحوها ان هي نزود الاويرنس ليها للاي اي في الكوميونتي نفسها؟ احنا مثلا بنعمل عندنا سيشنز كتيره للجامعات, يعني خصوصا مثلا جامعات عين شمس والحاجات دي, السي تي او بتاعنا اكتف قوي في الحته دي, بيعمل لوت اوف اويرنس ودسكشن
to explain للنيو جينيريشن مش بس الثريتيكال بارت لا البراكتيكال بارت وازاي فعلا الحاجات دي رياليستيكلي بتتطبق وكده. ده على مستوى النيو جينيريشنز. على مستوى البيزنس احنا طبعا الاويرنس للكاستمرز او البارتنرز بيبقى دايما شيء اساسي, يعني لازم تعمل سيشنز ورا سيشنز بحيث ان هم يأندرستاند الميثودولوجي, الديفيكولتيز اللي موجوده, ازاي نقدر نوصل للاوبتيم ليفل والحاجات دي كلها. فحته الاويرنس دي اكستريملي امبورتنت. بس انا شايف ان الموضوع ابتدى يبقى يعني من سنه غير زي النهارده غير بكره. الاويرنس از بيكومينج اي سي بروجرس دلوقتي. يعني زمان يعني لو انا من سنه لازم تشرح يعني القصه كلها, يعني تبتدي من بيزنس بين بوينتس وتفهمه ازاي الكلام ده امباكتنج الكور بيزنس عندك وازاي الفاليوز. دلوقتي اتليست ابتدينا نلاقي كاستمرز هم عارفين هم عايزين ايه, بيجوا يقولوا انا عايز كذا كذا كذا. ففي اويرنس طبعا ابتدى يطلع منلي في الشركات الكبيره, بس هتلاقي الموضوع بيقل على الميديوم والميديوم سمول, مش زي اللارج. اللارج اورجانيزيشن عندهم كونسلتنتس بيجيبوا شركات تانية فاهمه عايزه ايه, بتبتدي تخش في الديتيلز. لكن حاجات الميديوم والميديوم سمول ما فيش. والنيو جينيريشنز هم ثيوريتيكال, فمحتاجين طبعا حد ياخدهم للرياليتي وازاي الكلام ده فعلا بيتطبق ويركزوا على ايه وما يركزوش على ايه. يعني فلازم نبقى في اول باشمهندس ماجد, هل في اي تعقيب تحب تقوله وتضيفه في هذه البوينت؟ انت بالنسبه يعني احنا بنشوف ان احنا لما تيجي النهارده نتكلم على اويرنس, هو زي ما الباشمهندس كان بيتكلم على اويرنس تو سايد, لان هو في ريسورسز اويرنس ريسورسز المفروض يعقوب ان ذا فيوتشر تو ليد ريسورسز فور ذس. والنص الثاني جزء الثاني هو كاستمر اويرنس, وده للاسف الشركات اللي مش مشهور انها مش عارفه تتكلم دي وما عندهاش توك ثابت كاستمرز جبتوهم يودوهم حتت صعبه جدا, يعني يودوهم وراهم شغل حتت طويله جدا, وللاسف الشغل ده مش هيبقى افكتيف ومش هيعمل اصلا وقت ايه الكاستمر ده عمال يشتري او يستخدمه. فهو اويرنس تو سايد, فديفنتلي حته ان هم سبيسيفيكلي احنا يعني انترنالي في كيومي احنا وقفتوا كونكترز تكون البروجرام بتاعت الاي اي تكون محتاجينها سواء للطلبه او للستارت ابس الستارت اي تي الجديده في اداره الاتصالات. وكمان في انشيتيف لسه طالعه جديده من الفي سيز اللي جايه من دبي, وانا بشوف ان هي انشيتيف هايله, ان هو بيتراينج بس ان هم الكاستمر اكسبيرينس بيبل في مصر كلها من ناحيه الكاستمر سايتس, ان هم يشوفوا الفريم بتاع انت ممكن تعمل ايه, عشان بس يعني نقطتين اللي شايفك عم تقول كده فاهم وممكن يصحح ليه البين بوينت ممكن تجيب طب ما توروني الاي اي ممكن يعمل ايه هنا. فالتو سايتس دول مهمين اذا في حته الكودكس مش حته ممكن تطلع اوبنس كبير جدا, ومش بس لو هم مش شركات الستارت اب بتاعتي مش ماتيور الكاستمرز الثانيه اللي عندهم تكنولوجيات كبيره جدا يتعبوا يتعبوا بشكل كبير يعني. اوكي بيرفكت, جميل جدا. طيب ده لان لغايه ذا اند اوف ذا سيشن الحقيقه يعني انا استمتعت بوجود حضراتكم معانا. قامت في الاي اي موجوده في الماركت ايجيبشن ماركت, وبالتالي ان شاء الله في الميدل ايست ماركت وفي الاوروبيان ماركت في الفيوتشر ان شاء الله. استعرضنا كده ايه الاي اي كتكنولوجي, ابتدت ازاي, ايه اليوز كيسز بتاعتها, موجوده في انهي اندستريز, ايه البنش ماركس اللي موجوده والكي بي ايز اللي بتحققها في الديفرنت سيكتورز, ايه التشالنجز اللي بتقابل الشركات في الاي اي, وزي ما مهندس شريف قال الليرنينج كيرف والاويرنس طبعا ابتدى يزيد وان شاء الله في زياده اكتر, بحيث انها تبقى سستينبل تكنولوجي وتؤدي الى البنفيتس المرجوه للديجيتال بزنس ترانسفورميشن, سواء كاستمر اكسبيرينس او سواء اوبريشن كوست ريدكشن او افيشنسي او سواء انكريزنج في سيلز. فكل ده الاي اي المفروض ان هي بتحققه للستارت ابس, وهوبفلي ان شاء الله
يبقوا معانا في سيشنز تانية، يبقوا معانا ستارت ابس تانية، يبقوا منتورز لانذر ستارت ابس وتساعدوهم بالاكسبيرينس بتاعتكم في هذا المجال. حابب اضيف حاجه بس قبل ما نقفل؟ اتفضل يا فندم. اوكي. حته الريزنج اويرنس ديت في اكشلي حاجتين انا شغال فيهم يعني. صفحه اسمها دايس دي بالنسبه للكوميونتي. الصفحه دي بتارجت الناس في البيزنس. صفحة دوايز جيك. دوايز جيك. دوايز جيك. اوكي. يس. الصفحة دي بتارجت البزنس بيبل. لا دي على فيسبوك. صفحة على فيسبوك. على فيسبوك. اوكي. اوكي. يس. الصفحة دي بتارجت البزنس بيبل وبتارجت الاي اي انجينيرز او اي حد عايز يخش في الاي اي. الصفحة مينلي بتمشي في يوز كيسز بطريقة بسيطة كده. وفي الاخر بتحط شويه تكنيكال. فمعظم البوستات بتاعت الصفحه 70% يوز كيسز، 30% جزء تكنيكال بسيط، وبتمشي في الموضوع من بيزك يوز كيس لحد حاجات ادفانس. تاني حاجه في جامعه اسكندريه حاجه اسمها يو سي سي دي. دي بتساعد الطلبه على موضوع التطوير المهني. يو سي سي دي بتتعامل مع شركات. هدف منها ان الشركات دي تدي تريننج بروجرامز وسيشنز بحيث انها تساعد الطلبه ان هم يبقوا مستعدين للحياه المهنيه يعني. وبتوفر للشركات ان هي مثلا لو عايزين تجيب لهم ناس، لان اليو سي سي دي بيبقى عندها اكسس على داتا بيس كبيره من الناس، من الجامعات، منها الاي او سي، منها جامعه اسكندريه، جامعه القاهره. فده سايد تاني برضو من السايد اللي بشتغل عليها. وبرضه لو حد من الناس الموجودة حابب ان هو يكونكت مع يو سي سي دي بحيث ان الشركة بتاعته مثلا تكونكت معاهم، دي هتبقى حاجة كويسة. شكرا بشمهندس محمد على المبادرة الجميلة ديت، وشكرا للحضور. وشكرا، احب في النهاية اشكر شركة سيتا انكوبيتر على هذه الفرصة ان اتاحتها لي ان انا ابقى موديتور لهذه السيشن. ان شاء الله بالتوفيق ليكم في شركاتكم، وعلى اللقاء بإذن الله في موضوع تاني بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم. السلام.